مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على السادة المشاهدين. أخبار الأمن معاكم إيه؟ عامل إزاي؟ هل حضرتك أو حضرتها حاسين بالأمن في البلد ولا لأ؟ بتمشوا في الشارع براحتكم؟ هل مثلا حضرتك بترجع بيتك بالليل في أي وقت أنت عايزه ولا لأ؟ طب لو معاك عربية غالية قوي بتسافر بيها أي محافظة تانية؟ لو أنت في القاهرة عايز تروح اسكندرية تسافر بالعربية الغالية دي ولا بتركنها وتاخد عربية تانية صغيرة أحسن تتثبت على الطريق وتتسرق عربيتك؟ طيب خايف على عيالك يتأخروا بره بالليل وكل شوية عمال تتصل بالمدام في البيت تقول لها أخبار العيال إيه؟ رجعوا من الدروس ولا لسه؟ طب حضرتك خايف على المدام؟ طب المدام نفسها بطلت تخرج للشارع؟ ولا حالها زي الأول قبل 2011 في الخروج؟ طيب ممكن حضرتك تسألني ايه خير مناسبة كل الأسئلة دي؟ بصراحة الأسئلة دي جت على بالي وأنا النهاردة بقرا الصبح خبر أسعدني كمواطن مصري، بس خلاني أضرب كف على كف. الخبر بيقول يا قمر إن في دراسة صادرة عن مكتب الأمم المتحدة. مكتب إيه؟ الأمم المتحدة. الأمم المتحدة فيها مكتب مهتم بشؤون الجريمة في العالم كله. المكتب ده طلع تقرير تبين من تحليل أرقام الدراسة اللي واردة في هذا التقرير إن مصر هم قسموا العالم فئات من حيث الجرائم، وجدوا إن مصر جت في فئة واحدة مع أمريكا بجلالة قدرها من حيث عدد جرائم القتل. يعني إحنا وبالبلدي كده عندنا أمن وأمان زي أمريكا، واللي يفكر يكذب ده هنديله تقرير الأمم المتحدة. ده مش كده وبس، ده احنا كمان طلع الامن والامان عندنا افضل من روسيا، افضل من البرازيل. وبكده نقدر نقول اذا كنت يا برازيل خدت كاس العالم تنظميه، بس احنا خدنا الامن والامان. طب يا جماعة الخير، لما احنا متساويين مع امريكا في الامان وفي عدد الجرائم، ليه بس يا ربي ما تساويناش مع امريكا كمان في اقتصادها القوي في الصادرات؟ وليه يا ربي عملة بلدنا الجنيه ما بقاش زي الدولار عملة عالمية؟ بس أنا شايف إن إحنا بعد ما بقينا متساويين في عدد الجرائم بيننا وبين أمريكا وبيننا وبينهم في الأمن والأمان، إننا على الطريق في المساواة في كل حاجة جاية. أي نعم بدأنا بالجريمة، بس طريق الألف ميل يبتدي دايما بخطوة. بصراحة أنا انبسطت وانشكحت من خبر الأهرام النهاردة المنشور في الصفحة الأولى بتاع مساوتنا مع أمريكا، إحنا وأمريكا سوا سوا. لكن يا أخي برضو التقارير مش بتدينا فرصة نفرح، وكأن وزارة الداخلية مش عاوزة تسيبنا نفرح شوية. وراحت هي كمان مطلعة لنا تقرير اسمه تقرير الأمن العام. عن إيه؟ عن حال السلاح في مصر. السلاح. قريت التقرير بالهلة، وبصراحة كان هين عليا أولول. أولول من الحقائق المفزعة اللي وردت في التقرير. وأنا معلمك كده وبتفق معاك، عامل معاك اتفاق زي الفل. وأنت دايماً بتسمع المقدمة بتاعت الحلقة، تجيب ورقة وقلم وتكتب ورايا. عايزك تكتب ورايا الأرقام اللي وردت في تقرير الأمن العام عن الأسلحة، عن العشر مليون قطعة سلاح اللي تهربوا ودخلوا مصر في الثلاث سنين اللي فاتوا. شوف بقى يا عمر، الداخلية قالت إيه في التقرير؟ تم ضبط 61,000 قطعة سلاح منذ الثورة وحتى الآن، وضبطت كمان 5 مليون طلقة. 5 مليون طلقة، يا نهار اسود، ايه ده؟ الداخلية كمان ركز بقى معايا في اللي جاي، قدرت تضبط 6,000 صاروخ عبر للمدن. عبر للمدن يعني حضرتك تكون في مطروح تروح باعت صاروخ رايح القاهرة او حتة تانية. ليه كل الكلام ده؟ يا ولاد الايه، جايبين لنا صواريخ عبر للمدن؟ عرفتوا تهربوها ازاي؟ كمان الداخلية ظبطت 11,000 ورشة لتصليح الأسلحة. 11,000 ورشة، يا نهار أبيض. وضبطت كمان 6 حاويات، يعني شيلة كبيرة كده
محملة ب100,000 بندقية. تاني هام يا رجالة، في تقرير الأمن العام تم ضبط 26,000 قطعة سلاح، ده اتقبض عليهم امتى؟ بعد ثورة 30 يونيو. طيب من يناير اللي فات ده، في السنة اللي احنا فيها لحد دلوقتي، في خلال الشهور الثلاثة دي من العام الحالي، الداخلية قبضت على حاجة؟ قبضت على ايه؟ 6500 قطعة سلاح، وده معدل كبير بالمناسبة في معدل الضبط. المهم كمان يا أخي إن تم ضبط 6000 مدفع، كأن احنا في حرب، وهي بالحقيقة حرب. 6000 مدفع، 4000 رشاش. عايزكم تتخيلوا معايا الأرقام المرعبة دي. أنت عارف إن في إحصائية قالها الأمن سنة 2011 بعد ثورة يناير، بأن عدد الأسلحة اللي اتهربت لمصر بلغت تقدير يعني أمني 10 مليون قطعة سلاح. اجمع الحاجات اللي اتقبض عليها تجد إنها لا تشكل حجم ال 10 مليون سلاح. قبضوا على إيه مثلا؟ 100,000 قطعة سلاح؟ مليون قطعة سلاح؟ طب ما دول 10%، فين ال 9 مليون قطعة سلاح؟ تقرير الأمن العام كمان بصراحة ما سابش حاجة. ده حتى قام بترتيب المحافظات اللي فيها أعلى نسبة ضبط الأسلحة، عشان وحضرتك كده بتسمعني من أي محافظة تعرف وضعك إيه. لو أنت من وجه بحري، شوف المحافظات اللي فيها أعلى نسبة سلاح حسب تقرير الأمن العام بتاع الداخلية: اسكندرية، مطروح، البحيرة، القليوبية. ده كده محافظات الوجه البحري. تعال ندخل على الصعيد، شوف المحافظات بقى. هنا أسيوط، سوهاج، المنيا. يا نهار أبيض، بعد حضرتك وحضرتها ما سمعتوا من الأرقام المرعبة دي، سؤالي ليك ما هو الحل؟ هل هنحط راسنا في الرملة ونقول إحنا زي الفل وزينا زي أمريكا في الأمن والأمان ومعانا شهادة بكده من الأمم المتحدة، ولا نفكر في المصيبة اللي حلت على البلد في الثلاث سنين اللي فاتوا بتاعة السلاح المتهرب، اللي خلت شوية عيال في الصعيد يعملوا مجزرة اللي هي مجزرة أسوان. ركز معايا، من ضمن الحاجات اللي اتقبض الداخلية قبضتها صواريخ عبرة للمدن. متخيل الرعب؟ هي وصلت لكده؟ عايز أقول لكم الموضوع خطير، عشان كده أنا طالب من حضراتكم تتصلوا بيا وتقولوا لي، تجاوبوا على السؤال ده: هل أنت حاسس بالأمان في البلد دي ولا لأ؟ علشان كمان نكون إيجابيين، إيه هي اقتراحاتك للحكومة للتعامل مع العشرة مليون قطعة سلاح المهربة؟ هفكرك بالتليفون البرنامج وهكمل معاك. كلمني من أي تليفون محمول على 137، ومن أي تليفون أرضي على رقم 0900 9900، وممكن تبعت لي رسالة على رقم 911 72. ولحد ما تكلمني عاوزكم تفكروا معايا في اقتراحي ده اللي بقدمه لوزارة الداخلية. أنا بقترح إن الحكومة تعلن عن مهلة مدتها 3 شهور لكل واحد معاه قطعة سلاح، يتقدم لمديرية الأمن في محافظته وياخد إيصال بمواصفات السلاح اللي قدمه، وبعدين تقوم لجنة بتقييم هذا السلاح وتحديد سعره، وبعدين الداخلية تصرف ثمن السلاح للمواطن بحد أقصى شهر من تاريخ تسليمه. وبكده بنعمل إيه؟ بنشجع المواطنين على تسليم الأسلحة اللي معاهم للحكومة، وكده كده الداخلية معاها ميزانية لشراء أسلحة، تطلع ده جزء من ميزانيتها. عايز أقول لكم في أهالي في الثلاث سنين اللي فاتوا باعوا قراريط زراعية علشان يشتروا السلاح والآلي، لأن كان في رعب وخوف. بس اللي هرضل تعايزه بعد ما دفع 15-20 ألف في قطعة سلاح يجي يسلمها لك ببلاش؟ طب ما تشتريها منه. احنا قلنا المهلة كام؟ 3 شهور. بعد انتهاء مهلة ال3 شهور نطلع تشريع قانوني بمعاقبة أي مواطن عنده سلاح غير مرخص. هنعاقبه بإيه؟ السجن المشدد، غرامة مالية كبيرة. إيه رأي حضراتكم في اقتراحي؟ طيب أنا اجتهدت وقلت اللي عندي، كلموني حضراتكم وقولوا نعمل إيه في المصيبة الكبيرة بتاعت السلاح المتهرب. وما تنساش سؤالي الأولاني: هل حضرتك وحضرتك حاسين بالأمن في البلد ولا بتخافوا تمشوا بالليل؟ ونقدم برضو عشان نكون إيجابيين اقتراح للحكومة تفكر معانا نعمل إيه في العشرة مليون قطعة سلاح. معايا على التليفون اللي هو مجد البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق. مساء الخير سيادة اللواء. أهلا أستاذ محمد، إزاي؟ إزاي حضرتك؟ يا أهلا وسهلا. تعليق حضرتك على تقرير الأمن العام اللي بيحكي لنا على وضع السلاح في مصر. بسم
اسمح لي اولا يعني انا احييك لتناول هذا الموضوع، ولي تعليق بسيط قوي في في فيما سردته في المقدمه بتاعتك. اتفضل. يعني الدنيا مش سودة قوي كده استاذ محمد. اتفضل. وسؤالك الذي توجهه للساده المشاهدين، هل انت حاسس بامان؟ في امان. ما انا عايزهم هم يقولوا، انا مش معترض. ما انا مواطن. انت مواطن. ماشي، انت مواطن، حريتك قول لي انا حاسس بالامان. خلاص يا عم الحاج، طول بالك علي. ماشي، اتفضل. يعني انا دلوقتي ايه اللي يقول كده؟ لا انا ولا انت ولا دوله، الشارع نفسه هو الذي ينطق بهذا. ما انا عايز الشارع يبعت رساله لكل العالم. يا ما تطول بالك علي يا استاذ محمد. اتفضل. نرى ان الشارع يعج بالناس رايحه جايه، والغد الساعه 1 بالليل تجد المرور واقف. ما شاء الله، هي الناس كلها نازله، نازله من بيوتها، والساعه 1 بالليل والمرور كمان في تكدس رهيب. والمولات شغاله، المولات التجاريه والمطاعم وكل دور الملاهي والعائمات اللي في النيل والكوفي شوب، كل الناس سهرانه ما شاء الله. هذا ده امان. نعم. لان انا بقول الكلمه دي لسبب مهم جدا، وهذا ما كررته في بعض اللقاءات في على الشاشه. لان واحد بيكلمني من السعوديه بيقول لي يا اخي مجدي اجي، يا مصر في امان، لا اله الا الله. يا عم اللي بتشوفه ده مستهدف بيه الشرطه، قوات مسلحه، كمين، لكن الحياه في مصر ما احنا ماشيين. يا عم يا بتوع مسبير، انزلوا بالكاميرات صوروا اللي في الكورنيش واللي سايقين طول الليل. نعم. والمراكب شغاله ورقص وغنى وطبل وظبط. اذا في امان في الشارع. في امان. ما طيب. فيش شك في هذا. لكن لكن الجريمه طبعا في تطور في الجريمه. نعم. ما في، بس عشان اقيس الجريمه دلوقتي بقيسها بايه؟ اقيسها بقى ما اقيسهاش ب 2009 او 2007 او 2008. اقيسها ب 2011. أقارنها ب 2011 عندما كانت جرائم الخطف وصلت إلى 2000، عندما كانت جرائم السطو على الطرق وصلت إلى ذروتها، يبقى في منخفض ولا مرتفع؟ طب يا مجدي بيه بس خش لي. طب ماشي، أنت قلت لي حاج محمد استنى، طب حاج مجدي اصبر عليا، قول لي تعليقك على تقرير الأمن العام. تقرير الأمن العام ده تقرير رائع وجميل جدا زي الفل، ويبشر ان النهارده 61900 حاجه و20 قطعه سلاح في 3 سنين. ومنهم، وبعدين انت نسيت حاجه مهمه قوي، مش الصواريخ بقى المضاده. عندك في التقرير بالظبط 3 شاحنات 600000 بندقيه. نعم. يا نهار اسود. يعني هذه المجهودات. ابدا اولا بكلمه شكر لوزاره الداخليه. اشكر وزاره الداخليه. اقول لهم طبعا ده مجهود رائع جدا جدا جدا. ليه؟ لان كان في مش ماسوره يا استاذ. عارف ده بربخ اسلحه جايه منين؟ جايه من الجنوب وجايه من الشرق وجايه من الغرب، لا اله الا الله. كيف يثبت هذا العدد؟ وبعدين بقى معلش اللي قال 10 مليون قطعة سلاح. طب جبت منين 10 مليون؟ هو انا اعرف ما يرصد وما يزبط، لكن هو انا بقرا الغيب وقدرتها كده 10 مليون قطعة سلاح، انا ما اعرفش دي جت. طب انتوا ما نفتوش ليه لما طلعت الاخبار دي في 2011 و2012؟ هو انا في على الكرسي ونفيت، انا اعرف منين ان اللي نفى ولا ما نفاش، واللي ما نفاش احمل المسؤوليه. اقول له جبت منين 10 مليون؟ ايه الرعب اللي احنا فيه ده؟ طب تعالى اقول لك حاجه ثانيه، مش انتوا في الداخليه علمتونا ان ما يتم قبضه يمثل 10% مما يتم تهريبه داخل البلاد؟ ده مين قال كده؟ معقولة؟ النسبة دي جبناها منين النسبة دي؟ ده نسبة عالمية معروفة وانتوا علمتوها لنا. لا طبعا دي مسألة. يعني انا لو نزلت اسيوط مثلا وجبت 10 بنادق يبقى اسيوط فيها 100 بندقية؟ لا، ما تم دايما يقول لك لما تيجي تقبض على 1 مليون طن مخدرات من الحدود او كده يبقى دخل مقابلها 9 مليون طن مخدرات. شكرا لسيادة اللواء مجدي بسيوني مساعد وزير الداخلية الاسبق معايا على التليفون. نعم، وليد بالأليوبية. مساء الخير استاذ وليد. مساء الخير محمد، اهلا بيك. ما الذي نقدمه للحكومه من افكار واقتراحات لسحب الاسلحه اللي موجوده عند المواطنين في الشارع؟ هو الفكره في حضرتك اللي هي خلق طريقه السلاح دي، انا مش معاها صراحه. يعني مش شايف ان احنا لو وقفنا حوالي 6 مليون قطعه سلاح مصممه ده هيحول مصر لسفانه من اسلحه. لكن الافضل من ده يتم تعويض العقوبه على حامل السلاح
ويتم تخصيص محاكم سريعه لنظر القضايا اللي من النوع ده. انما لو سبناها بالشكل دوت فكل واحد عشان يفتح في جيبه. يعني انت لا تتفق معي ان احنا ندي مهله للمواطنين اللي معاهم اسلحه؟ لا يسلموا الاسلحه يعني وقف. نعم. ما ينفعش النقل يشيله. مع الاساس ان كان في يا استاذ وليد ظروف استثنائيه في الثلاث سنين اللي فاتوا. ما الاستاذ محمد ده مش مسدس ده سلاح الي. ازاي يتصرف في الموضوع العادي؟ نعم. اشكرك استاذ وليد، اخد استاذ محمد من الامارات. مساء الخير. مساء النور. تحيه اولا على البرنامج. اشكر حضرتك. بس في موضوع بالنسبه للسلاح. نعم. المواطن العادي ما اعتقدش ان هو هيشتري سلاح. المواطن اللي هو دخله محدود اللي هو مش لاقي ياكل. صح. هيشتري سلاح. نعم. اللي هيشتري سلاح ده الشخص المقتدر اللي هو يقدر يدفع ثمنه. نعم. الحزبه البسيطه اللي انت قلتها بتتكلم في 150 مليون تقريبا. ال 150 مليون دول لو توزعوا وتعملوا قنوات في كل المناطق المهمه والرئيسيه يبقى كده احنا قفلنا على المشكله من الاول. نعم. واي واحد ماسك سلاح هتقدر انت هتحدده. انما بالشكل اللي احنا ماشيين بيه ده واحد يطلع في الشارع يوجه السلاح بتاعه لوزير الداخليه، يوجه السلاح بتاعه لاسم شرطه، يوجه السلاح بتاعه لكل مواطن ماشي وما نعرفش نمسكه. لما نعالج المشكله من جذورها. اللي ما عنده سلاح مش هيسلمه. لان هو مشتريه مقتنع ان هو كده. ما انا كان قصدي بنقدم اقتراح يا استاذ محمد، بقدم اقتراح ان الحكومه لو حضرتك سمعته تدي مهله 3 شهور. انا بدعم حضرتك في الجنب بتاعك على طول. طيب اشكرك استاذ محمد، اخد سيد من القاهره. مساء الخير يا استاذنا. اهلا بيك. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. والله الاحصائيه اللي انت قلتها دي فاضل 2 عساكر والمهربين يحاربوا. ايه رايك؟ يعني ده من تقرير الامن العام. ده تقرير رسمي. وكنت متابع مداخلتك مع اللواء مجدي البسيوني. المعلومه اللي حضرتك قلتها صحيحه جدا، بس ممكن تكون تنطبق على المخدرات حكايه. نعم. 10% من نسبه المهرب وتنطبق على السلاح برضو. بس هو ده يعني ليه ما بنعملش يا استاذ محمد مبادره زي اللي حصلت في مطروح لتسليم السلاح؟ نعم. ليه ما بيحصلش؟ يعني في مطروح الجيش والشرطه طلبوا من الاهالي مبادره لتسليم السلاح فالناس استجابت فورا. نعم. اللي خايف على البلد دي هيسلم السلاح اللي عنده. لانه كل اللي واحد عنده سلاح هو خلاص بدا يحس بالامان هيسلمه فورا. نعم. اما بالطريقه دي عمرنا ما هنوصل لكل الكميات وكل الاسلحه اللي موجوده في البلد. يعني حضرتك بتؤيد فكره ان احنا ندعو المواطنين في مهله مدتها محدده مثلا باشهر واللي عنده سلاح يجي يسلمه ونديله فلوسه؟ تمام. واللي يفوت المهله دي يا استاذ محمد يبقى عليه عقوبه رادعه. تصل لغايه الحبس 15 سنه وبالقانون. انت ايه هتحافظ على السلاح ليه؟ ادي العيش لخبازه، والامن يحافظ على الامن. صح. الناس محتاجه سلاح في البيت ليه؟ صح. اشكرك، اخد استاذ محمد من القاهره. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. معاك استاذ محمد. الو. ايوه مع حضرتك. حضرتك دلوقتي احنا بنطالب وزاره الداخليه انها ممكن تقدم من كل واحد تاخد منه السلاح بتاعه وتدي له الفلوس. حضرتك دلوقتي وزارة الداخلية أصلا ما فيش ميزانية إن احنا نكمل حاجة زي النمرة الجديدة بقية المحافظات غير محافظة القاهرة. يعني أنا مش قصدي وزارة الداخلية، قصدي الحكومة تدعم الفكرة فتكلف وزارة المالية بتخصيص مبلغ استثنائي مثلا 500 مليون جنيه لشراء أسلحة مثلا. طب تمام. أنا مع حضرتك. حضرتك دلوقتي معظم السلاح اللي بيتباع غير مرخص وكده بيبقى في أماكن زي الأرياف زي الصعيد جوه. نعم. حضرتك دلوقتي احنا كل طاقة وزارة الداخلية ان احنا بنعمل كمان على المحاور الرئيسية على الدائري في اماكن مصر الجديدة في اماكن معينة. حضرتك احنا لازم وزارة الداخلية تبدأ تخش الارياف وتبدأ تخش اماكن اللي جوه عشان هي دي مصدر السلاح الغير مرخص كله. نعم. مفيش حد معاه سلاح او كمان سلاح هيعدي من على محور رئيسي. انا بشكرك استاذ محمد القاهرة. هنطلع فاصل قصير ولسه متواصل معاكم. كلموني من اي تليفون محمول على 137 او من اي تليفون ارضي على 0900 9900. بناقش معاكم قضيه تقرير الامن العام اللي طلع النهارده عن الاسلحه اللي اتقبض عليها، والاهم من ده ان في قطع كثيره من السلاح جرى تهريبها في الثلاث سنين اللي فاتوا، منها صواريخ عابره للمدن. ايه الكلام ده يا اخوانا؟ عايز تعليق حضراتكم، والاهم ماذا نقدم للحكومه من افكار علشان تستطيع انها تلم او تجمع هذه الاسلحه اللي جرى تهريبها. انا اقترحت ان كل واحد معاه سلاح يروح المديريه يسلمه
ويقدر سعره وياخده ويتوكل على الله، لان في ناس باعت قطع من اراضيها الزراعيه عشان تامن نفسها في السلاح تحديدا في الريف والصعيد. عايزه النهارده يجي يسلم لك حته سلاح شاريها ب 15-20 ألف جنيه وشكرا؟ لا طبعا. عايزين نكون واقعيين في الحلول. بعد الفاصل اتواصل مع حضرتك. Thank you.